على احمد المصري في الشارع المصري، شوف فرحه جماهير الاهلي النهارده بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا على الهواء مباشره. نروح لاحمد المصري نشوف هو واقف فين مع الجماهير وبيحتفلوا بفوز النادي الاهلي. اتفضل يا احمد. زميل عزيز كريم حسن شحاته، برحب بيك، برحب بكل متابعي مشاهدي الكره كل يوم على شاشه الحياه في كل مكان، وفرحه كبيره جدا جدا جدا. الاهلي يصل الى النجمه رقم 11 بعد مباراه قتاليه، مباراه كبيره جدا جدا امام نادي الوداد المغربي. كابتن كريم فرحه كبيره جدا جدا وتشجيع حماسي جدا جدا من جماهير النادي الاهلي. نعرف بقى رايهم في المباراه. الف مبروك، واكيد فوز مهم جدا جدا النهارده وبطوله غاليه للنادي الاهلي. طبعا بطوله غاليه النجمه ال 11 زي ما حضرتك قلت، والف الف مبروك للنادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. تقول ايه لعيبه الاهلي النهارده؟ والله رجاله والحمد لله رب العالمين، هيرجعوا بالكاس وده اجمل نتيجه لينا. الف مبروك، كنت شايفك متحمس جدا والحمد لله ربنا كرم الاهلي وجماهير مصر النهارده. طبعا من صغري متربى على حب الاهلي وكده، واحب اشكر جدا اللعيبه النهارده في ادائهم العالي النهارده جدا جدا وقتالهم على الماتش النهارده، واحب اشكر النادي الاهلي كله وكل جماهيره، ومبروك على النجمه ال 11 النادي الاهلي. قالوا كده يعني فرحه بقى الجماهير متخليك معانا، الف مبروك وبطوله غاليه بقى. مش غريب على الاهلي، الاهلي فريق كبير، نادي القرن، ده اللي متعودين عليه وده اللي مستنيينه، بس كنا محتاجين الماتش يخلص 2-0 3-0 الاهلي. حلو الحمد لله. اللي احنا عايزينه دايما، فان شاء الله البطولات الجايه باحسن ان شاء الله. الف مبروك، الف مبروك البطوله والف مبروك الاداء وفرحه كل الجماهير المصريه النهارده فوز النادي الاهلي. طبعا الف مبروك النادي الاهلي، وطبعا حاجه مش جديده على النادي الاهلي، يعني نادي القرن، يعني الواحد مبسوط جدا يعني الحمد لله، يعني فرحونا بصراحه. يعني رايك في اداء الاهلي ولاعيبته والاداء القتالي؟ الشوط الثاني الحمد لله كان كويس، عشان الشوط الاول كتير الحمد لله. يعني الف مبروك، يعني تيشيرت السامبا. وشكلك كنت قاعد النهارده ايه مشدود على اعصابنا طبعا يعني، بس الحمد لله التغيير حصل حسن من الاداء كتير قوي، والحمد لله انا كنت واثق ان شاء الله بالفوز الحمد لله. تقول ايه لعيبه الاهلي النهارده؟ يعني والله يا ريت تبقى احسن من كده شويه، يعني عندنا كم واحد كده اداؤه مش قد كده، بس الحمد لله يعني. الف مبروك، الله يبارك فيك. الف مبروك النهارده وبطوله غاليه. والله انا بحمد ربنا ان الشعب المصري كله هينام النهارده فرحان، فدي حاجة كويسة، ويا ريت اللعيبة يكون في باور أكتر ويكون في روح الفانيلا الحمراء، وإن شاء الله بإذن الله يكون أفضل الماتشات الجاية. تقول إيه لعيبة الأهلي؟ كانوا رجالة بس في برضه سنة، المفروض إن هم يبقى في باور أكتر، روح الفانيلا الحمراء لازم تظهر في الماتشات دي. ألف مبروك. بص للكاميرا كده وقول مبروك للأهلي. مليون مليون مبروك للأهلي ومجلس إدارته وجماهيره وجهازه الفني وكل الأهلاوية ومصر كلها. تقول ايه بقى للابطال الاهلي النهارده اللي عملوا ملحمه في الشوط الثاني بصفه خاصه؟ ابطال كسرنا ان احنا كنا الوداد، دي ثالث مره نلعبه في النهائي، هو خدها منا مرتين وكسرنا العقده اللي عندنا، ومليون مليون مبروك للاهلي. الف مبروك. احنا الحمد لله النادي الاهلي عمره ما بيخاف من حد، النادي الاهلي الشياطين الحمر، نجيبها من كازابلانكا نجيبها من اي حته، احنا البطوله ما مش هتبعد عننا دايما، احنا رقم واحد في افريقيا، النجمه ال 11 خلاص احنا خدناها، ان شاء الله احنا هنفكر في اللي جاي، وان شاء الله احنا تفكيرنا اللي جاي كله للنجمه رقم 12، وان شاء الله هنجيبها، ومن اي مكان الاهلي ما بيخافش من حد، الاهلي رقم واحد في افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله برضه هنجيب النجمه رقم 12، ومبروك لكل الاهلاويه، وان شاء الله يوم سعيد علينا وباذن الله. الف مبروك، الله يبارك فيك، والف مبروك للنادي الاهلي والمصر كلها. بصراحه النادي الاهلي رفع راس مصر كلها النهارده بفوزه واخد لنا الكاس وجاب لنا الكاس، بصراحه حاجه مشرفه لمصر كلها، مش النادي الاهلي بس، لا ده مصر كلها، واحنا بنفتخر ان احنا بنشجع نادي كبير زي نادي القرن النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي. يلا نختم بيك بقى كده، والف مبروك النهارده للاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي وكل جمهور الاهلي في الوطن العربي، وان شاء الله يعني بالنجاح لنجاح باذن الله. الف مبروك. الف مبروك، الله يبارك فيك. زميلي العزيز كريم حسن شحاته، يمكن كل اللي في المكان قالوا قناه الحياه وكره كل يوم وشها حلو على النادي الاهلي، بطوله غاليه، بطوله مهمه جدا جدا جدا، بعد اداء يمكن ملحمي، اداء قتالي من لعيبه النادي الاهلي خاصه في الشوط الاول. الف مبروك لمصر، الف مبروك للنادي الاهلي زميلي العزيز كريم حسن، والف مبروك ليك، والف مبروك لكل الشعب المصري اللي اكيد فرحان النهارده بفوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا رقم 11. والان عوده ليك في الاستوديو كابتن كريم، تفضل.